هذا سمكه. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. اخوي هذا السمك شو اسمه يسمونه انت عندك بالسوق؟ هذا عندنا بالباص راح نصيح له سمتي. سمتي؟ سمتي اي سمتي. عدل هذا. ليش سميته سمتي؟ سمتي والله حج صعدوا علينا صار بستة جملته. صح نبيعه 6.5. لا انا سالتك ليش سميته سمتي؟ شنو؟ ليش سميته سمتي؟ سمك؟ اي ليش سميته بالاسم هذا سمتي؟ بعد هو ذبته سمتي من فوق. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. السلام عليكم. السلام عليكم. شنو اخوي؟ يا قلبي. هذا شو يسمونه انت؟ احنا نسميه دود. شو يسمونه انت بالسوق؟ لا روبيان. روبيان. ايه. زين شلون تحصلونه اخوي؟ من الفوق هذا يصيدونه. يعني هذا مال البحر مو مال الشاط مال النهر؟ لا لا. اه. اي والله. اكو خشين اكو نعم مو؟ اكو خشين جامبو ومزيبك. الله يساعدك. الله يساعدك حبوبي. هذا شو اسمه يسمونه زبيدي مو؟ زبيدي. بس نعم هذا كلش نعم. ليش؟ بعد اكو خشن من عنده. اكو خشن هذا بس هذا بعد صغير. اي والله بعد يصيدونه هيك صغير. هذا وين يعيش؟ بماي المالح لو ماي الحلو؟ لا بالمالح. بالمالح يعني بالبحر؟ اي بالبحر. ما شاء الله. زبيدي تازه مال فوق هذا. ما شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هذا شنو النوع من السمك؟ هذا نويبة مال فاو عراقي. يعني هذا كل الأسماك تعيش في الماء المالح؟ كله بحر هذا. كله بحر؟ كله بحر. هذا زين شلون تحصلونه بسهولة لو بصعوبة لو من واحد واحد؟ لا من واحد لواحد. وهذا شنو النوعية مالته؟ هذا اسمه مزلك، هذا يتنظف هيك. بس لحم. هذا بس لحم صافي. هو الزبادية. نفس الزبادية. هذا ما يعيش بالبحر ها؟ اي هذا بحري. ما شاء الله. خب مو اسعاره غالية؟ هذا الكيلو ماله ب 7000. عندك النوي بالكيلو ب 10. هاي العروسة، هاي نفس الزبادية، هاي حتى عظم ما بيها. ما شاء الله ما شاء الله. هاي كلش طيبة. هاي يسمونها؟ هاي عروسة. عروسة، من تشبه الزبادية؟ اي تشبه الزبادية، حتى عظم ما بيها. ما بيها عظام؟ ما بيها، بس نسوي بيها. يلا مشكور ما حياك. هاي حمامي عندك والله. هاي اللي ما صارت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا السمك شو اسمه هذا اللي قدامي؟ هذا هامور. هامور مال فاو. اسمه هامور. هذا من بحري هذا؟ بحر كل اسماك بحرية. يعني هاي كل اسماك تعيش بالبحر. البحر من الفاو عن طريق الفاو يجينا. الفاو كل الفاو. وهذا اكل من هناك. هذا سلمون. يجينا ايراني ويجينا تركي. سلمون بتاس. عندنا هذا بياح الفاو. عندنا هاي التونة. التونة العراقية من الفاو. كلش تازة. هاي التونة العراقية التازة. عندنا هذا شانك شهري. حجم الناعم الوسط. عم كلش طيب. عندنا هذا المزدق العراقي. المزدق انا شفته بالسوق. مزدق عراقي تازة. عندنا هذا اسماك نهرية. البني بحجامه. كل حجم وسعره. عندنا هذا قطان. عندنا هذا قطان صغير. هذا اي قطان صغير يسمونه هذا قطان صغير يسمونه برزه. احلى لحم هو ما قطان. اي سمكه طيبه. هذا من بحري؟ اي لا هذا نهري. نهري البني والقطان الشبوط السمتي الغريبه كلها نهري. كلها نهري. هذا سمك بحري. الهامور المزدك هذا بحري. وهذا الزوري. اي هذا البياح كله بحري.